أيها الإخوة والأخوات، في رحاب القرآن المجود نستمع الآن إلى تلاوة النصف الثاني من الجزء الخامس من القرآن الكريم مع القراء عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، محمد محمود الطبلاوي. والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ست
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا تحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فهية مسلمة إلى أهله فهية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما
درجات منه ومغفرة
وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ
فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.